السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه اللقاءات، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لعبادته، فالغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة، والعبادة لا يمكن أن تسمى عبادة إلا بالتوحيد، لأن الإنسان لو صلى لغير الله سبحانه وتعالى أو صلى مراعاة للناس لم تقبل منه هذه الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى هذا هو التوحيد، لأن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقراءتنا للقرآن وأداءنا للصلوات المفروضة والصيام والزكاة والحج لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقبل أي عبادة من العبادات حتى نحقق شرط الإخلاص. فشرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحقق الإخلاص بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ندرس التوحيد، ونحقق الاتباع باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الفقه، تعلم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي العبادة، العبادة هي التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن كل عبادة في القرآن فمعناها التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم، لأنه هو الخالق لا بد أن يفرد بالعبادة. الطريقة التي يحفظ بها الطالب القرآن، أولا لا بد من تحقيق هذا الشرط، تحقيق الإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله لا إلى غيره، لا لدنيا ولا لجاه ولا لمال ولا غيره. فعندما يخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه: واتقوا الله ويعلمكم الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الطالب عندما يبدأ بحفظ القرآن ماذا يصنع؟ قلنا يصنع أولا التوحيد، الثاني الجد والاجتهاد والمثابرة والحفظ اليومي والمراجعة اليومية. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحفظون في كل يوم 10 آيات، إذا هذا حفظ يومي، وبهذا المقدار أو يزيد أو ينقص عنه قليلا لا إشكال، فيحفظ في كل يوم، ثم ينظر في تفسير هذه الآيات في تفسير مختصر، مثل تفسير مثلا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، فينظر في تفسير هذه الآيات. لماذا؟ حتى يتدبر، حتى يعمل بالقرآن، حتى يستشعر هذه الآيات التي يقرأها. لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينزل علينا القرآن ويجعل الدستور لنا ونحن لا نفهم هذا الكلام، ونحن نفهم الآن كلام البشر، فكيف بكلام رب العالمين؟ فلا بد أن نفهم هذا الكلام، خاصة ما يذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى من
تصحيح قراءة سورة الفاتحة وقصار السور أي من الزلزلة إلى الناس. فأهم سورة عندنا في القرآن هي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة افتتح بها القرآن، يفتتح بها المصلي في صلاته، فلا بد أن يصحح قراءة هذه السورة وينظر في تفسير هذه الآيات، لأنه لا يمكن أن يقرأ مثلا مالك يوم الدين وهو لا يعرف ما معنى يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، اليوم الذي يدان فيه الناس بأعمالهم. فكل ما يقرأ شيء من القرآن يرجع إلى تفسيره، وبهذا نعمل بالقرآن ولا نهجر القرآن ونتدبر القرآن، لأن هجر القرآن يكون هجر لقراءته، هجر للتدبر والنظر في المعاني، هجر للعمل، هجر للتداوي بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا القرآن يحتاج منا إلى صبر، يحتاج منا إلى عمل، يحتاج منا إلى تدبر، يحتاج منا أن نكون في حفظنا للقرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طلب العلم، حفظ القرآن عبادة، والعبادة لابد لها من إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يفهم معناه؟ لا والله، كان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام أول ما تنزل عليه أي آية يطبقها عليه الصلاة والسلام مباشرة. نزل عليه عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين، عندما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا وقال: يا أيها الناس اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم ذكر أقرب الناس إليه، وذكر منهم فاطمة رضي الله عنها، فقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. ثم نظر فيما وقع فيه بعض الناس اليوم من الشرك والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصرف شيئا من العبادة لغير الله، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. نقرأ في القرآن يعني مثلا: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك، ما معنى شانئك؟ نبحث عنها. مبغضك هو الأبتر المقطوع له عضو الذي لا خير فيه ولا ذكر له. دلت هذه الآية بمفهومها أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له ذكر ويبقى له أثر. فإذا أردنا أن نخرج من هذه الدنيا ويكون لنا أثر في هذه الدنيا، لابد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعمل بهذا القرآن ونجعله هو دستور لهذه الحياة، نقرأ فيه في كل وقت ونحفظ ونتدبر ونعمل وندرس هذا القرآن للناس ونعلم هذا القرآن للناس. والله لو تعلمنا القرآن وعلمناه، لو عرضنا هذا القرآن كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن على الكافرين، لدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن لابد أولا قبل الدعوة لابد من العلم. باب، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذا لابد قبل أن نعمل وقبل أن نقول لابد أن نتعلم. ولهذا عندما نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي يا رب علمنا ووفقنا إلى سلوك هذا الطريق المستقيم الموصل إليك الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ثم نقول: غير المغضوب عليهم، الذين غضب الله عليهم هم الذين تعلموا
ولم يعملوا، تعلموا العلم ولم يعملوا، وأكثر هؤلاء هم اليهود. ثم نقول ولا الضالين الذين ضلوا، أي عملوا بلا علم، وأكثر هؤلاء هم النصارى. وبهذا أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا طريق المخالفين لأهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طالب العلم لابد أن يتأدب بالآداب الشرعية، يظهر عليه أثر طلب للعلم، أثر حفظ للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدارس جبريل عليه السلام في رمضان يدارس القرآن، يعرض عليه في كل رمضان القرآن مرة واحدة، وفي العام الذي ختم فيه مات فيه عليه الصلاة والسلام ختم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. فكان عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل أجود الناس بالخير، فهذا أثر تعلم القرآن، فلا بد أن يظهر هذا الأثر على من يتعلم القرآن، على معلم القرآن. ولهذا جبريل عليه السلام عندما جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عليه أثر التعلم، ظهر عليه في لباسه، في جلوسه، في لباسه، لباس نظيف معتدل، لا إفراط ولا تفريط، لا إسراف ولا تقتير، ظهر عليه على لباسه، وفي جلوسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة المتعلم المتأدب، ولم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل أسئلة لا فائدة منها، سأل سؤال واحد ثم انتظر وأنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عندما انتهى عليه الصلاة والسلام قال له صدقت. فطالب العلم يؤدي هذا الحقوق، سواء كان هذا المعلم من العلماء أو من الأساتذة، كل من صنع لنا معروفا لابد أن نكافئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا المعلم وهذا المدرس، الحقوق بيننا وبين هذا المعلم متبادل، كما أن المعلم لابد أن يأتي في وقت الدرس ويحافظ على الأوقات ويكون في نشاط واستعداد، كذلك المتعلم لابد أن يكون على هذا، يتحلى بآداب طالب العلم، لا يخرج إلا باستئذان، لا يدخل إلا باستئذان وبالسلام، يتأدب مع المعلم، يتأدب مع زملائه، يتأدب مع المكان، يتأدب مع الكتاب، مع القرآن، مع المصحف، لا يضع المصحف في أي مكان. وبهذه الطريقة إذا بدأنا نطبق ما جاء في الكتاب والسنة ظهر هذا على سلوكنا، وبارك الله سبحانه وتعالى لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا. أيضا مما يتعلق بآداب طالب العلم في حفظ القرآن ما جاء عن الجن. الجن وهم جن عندما حضروا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضروه قالوا أنصتوا، استمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه ولوا إلى قومهم منذرين، يعني بعد أن تعلموا وعملوا رجعوا إلى قومهم ينذروهم يعلموهم. وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل. الجيل الأول يتعلم ويعمل، ثم بعد هذا يعلم الجيل الثاني، الجيل الثاني هكذا يعلم الجيل الثالث، وهكذا الأجيال. إذا لم نتعب نحن الآن في تربية هذا الجيل الذي نحن فيه في هذا العصر، سيتعب من بعدنا، فلا بد أن نتعب نحن حتى يأتي الجيل الجديد بإذن الله تعالى أفضل مما نحن عليه. الآن مثلا الأطباء تجد أن الأطباء يعلموا الطلاب، يعلموهم الطب، لماذا؟ حتى يخلف هؤلاء الطلاب هؤلاء الأطباء في هذا الباب،
حتى لحاجة الناس إلى الأطباء، ونحن والله بحاجة في هذه الأيام إلى علماء، إلى طلاب علم، إلى معلمي القرآن، إلى معلمي الناس الخير، إلى دعاة، إلى من يبين للناس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. نربي هذه الأجيال إلى مربين يحرصون على تعليم الناس، يخلصون لله، يبتغوا بهذه الأعمال وجه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فما كان عليه يعني الأئمة، الأئمة الأربع مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم أجمعين، كيف كانوا في أيام الطلب؟ كانوا في أيام الطلب في غاية الأدب مع المعلم، في جد واجتهاد، كما حدث مثلا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول أن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت كلها جد واجتهاد ومثابرة، لا يعرف الكسل، لا يعرف التواني. كل حياة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كانت إما في التأليف والتعليم والفتوى أو في الجهاد في سبيل الله. عاش هذه الحياة لأنه عرف السبب في وجوده في هذه الحياة، عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني ما كان من الأئمة الأربعة مثلا، ما كان من مثال الآن يقال والله أعلم أن أبا يوسف، أبو يوسف هذا من طلاب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو يوسف ولد يتيما، وكان يعني كان ليس لديه مال، فأخذته أمه إلى خياط حتى يعمل ويأتي بالمال لها. وكان يمر في طريقه على مجلس الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين، ويعجب بهذا الدرس، ويتأخر أحيانا، يتأخر على الخياط ويتأخر على أمه، فعنفته والدته ونهته عن حضور درس أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأبى إلا أن يحضر. فجاءت يوما إلى مجلس الإمام أبو حنيفة وتكلمت على ولدها وعلى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين، فقال لها دعيه، يعني دعي أبا يوسف، دعيه فإنه سيأكل الفالوذج بدهن الفستق. ثم بعد هذا لم تترك. فجاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وسأل أبا يوسف، قال كم يعطيك هذا الخيار؟ قال يعطيني درهم، يعني معنى هذا أنه في الشهر يأخذ 30 درهم. فأعطاه صرة فيها 100 درهم وقال لك مثل هذه الصرة في كل شهر. فارتاحت الأم وتركت الولد يطلب العلم عند الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين. ثم مات الإمام أبو حنيفة وتولى الإفتاء والقضاء الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى. فاجتمع أبو يوسف يوما بالرشيد، وهو عند الرشيد جالس، أتاه بإناء فيه طعام، فقال له كل هذا فإنه لا يأتينا إلا فيما ندر، يعني حتى أمير المؤمنين لا يأتيها من الطعام إلا نادرا. فقال ما هذا؟ قال هذا الفالوذج بدهن الفستق. فبكى رحمه الله تعالى، تذكر ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله جميعا. فأخوة نحن الآن يعني لابد أن ننتبه إلى أوقاتنا، لأن أعظم من أعظم ما نملك في هذه الأيام الأوقات. قد يقول قائل يعني لابد أن نرتاح، لابد أن نشرب شيء من الشاهي أو من القهوة أو ما إلى ذلك، هل
سار على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قام عليه الصلاة والسلام يوما في الناس، قام يخطب عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر إلى ما شاء الله أن يتكلم عليه الصلاة والسلام، وبلغ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه، لم يتوانى، لم يفرط. إذن لابد أن نعلم أن علينا دور في هذه الأيام، دور التعلم، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة؟ نعم. نصح الأمة؟ نعم. بلغ البلاغ المبين؟ نعم. جاهد في الله حق جهاده؟ نعم. سألنا الله عن هذا سبحانه وتعالى، هل تعلمنا هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عملنا به؟ هل دعونا إليه؟ هل صبرنا على العلم والعمل والدعوة؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ سائل الله سبحانه وتعالى كل واحد عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ماذا فعلنا فيما جاءوا به، فيما بلغوه لنا. فلابد أن نقوم بهذا الدين أتم قيام. والمرأة لها دور كبير في إصلاح المجتمع، بل هي في الحقيقة هي المربية للأجيال. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي عالمة مفتية، عندما يعد من الصحابة كان يتولى الفتوى في زمن الصحابة يعد منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لو ننظر مثلا في من كمل من النساء، نجد أن من كمل من النساء امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها رضي الله عنهن أجمعين، خمسة من النساء. ما هو القاسم المشترك؟ ماذا كان يصنع هؤلاء النسوة حتى حصلوا على هذه المرتبة وهذه المنقبة وأنه كملهم الله سبحانه وتعالى؟ نجد أن كل واحدة من هؤلاء النسوة قام بماذا؟ قام برعاية وبكفالة نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فامرأة فرعون قامت برعاية موسى عليه الصلاة والسلام، ومريم قامت برعاية عيسى عليه الصلاة والسلام، وخديجة قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة وناصرت، وقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها رضي الله عنها. ثم عندما ماتت خديجة رضي الله عنها قامت فاطمة مقام خديجة، ولهذا يقال لفاطمة رضي الله عنها يقال لها أم أبيها، أم أبيها، يعني كأن فاطمة رضي الله عنها كانت أما للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما حصل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهؤلاء اعتنوا بنبي، وأنتم الآن ماذا تصنعوا؟ تعتنوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفعنا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بحفظ القرآن والتدبر والعمل والدعوة والصبر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. لو كان هناك في أسئلة يعني ممكن نجيب عليها بإذن الله تعالى على ما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. علاج القلق والوساوس. لو قال قائل لنا أن لديه وساوس، نسأل هذا من أين الوساوس تأتي؟ هل هي من الله أو من الشيطان؟ لابد يقول من الشيطان. طيب هل أنت تعبد الشيطان أو تعبد الله سبحانه وتعالى؟ يقول أنا أعبد الله. إذن لماذا تلتفت إلى الوساوس؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لقطع الوسواس. لا يوجد عندنا في الشريعة فتح باب للوساوس، بل الشريعة جاءت لقطع الوسواس. جاء رجل للإمام
ابن عقيل رحمه الله تعالى، وقال: يا إمام إني أنغمس في اليم، يعني يدخل بأكمله في مثلا برميل فيه ماء، وأخرج منه وأرى أن مني شيئا لم يصبه الماء، فماذا علي؟ قال له ابن عقيل رحمه الله، قال: أرى والله أعلم أن لا صلاة عليك، مثلك لا يصلي. قال: ولما تسقط عن الصلاة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم، مجنون. فالذي لديه وساوس نقول له: إما أن تترك العبادة وتكون مجنون، أو تترك الوسواس وتكون مع الله سبحانه وتعالى. ماذا يختار؟ لابد يختار أن أكون مع الله. الشريعة جاءت لقطع الوساوس لا وسواس. نعم، السائر إلى الله لابد أن يجمع في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء فيظل مقيما على المعاصي ولا يستغفر، يجعلهما كجناحي الطائر. إذا كان الإنسان لديه أحيانا في يعني في ذهنه في يدور في ذهنه يعني بعض الوساوس في ذات الله، يعني بعض الأسئلة، بعض الكلام، الكفر والشرك والسب، لكن لا يتكلم به، هذا من صريح الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أنه لم يتكلم يبشر بإذن الله، لأن الأعمال طالما أنها خالصة لله يريد افسدها علينا الشيطان بالوساوس بالقلق وغير هذا. والذي لديه مثلا بعض القلق بعض الوساوس، هذا لابد له من إشغال الأوقات بذكر الله، بالحفظ، بقراءة مثلا السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمثلا قراءة الكتب التي نصح بها العلماء كزاد المعارف، وبالدعاء. يصح أن يقرأ القرآن وهو جالس أو مستلقي، لا إشكال، إلا في مجالس العلم. قلنا في مجالس العلم جبريل عليه السلام جلس جلسة المتعلم المتأدب، جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا إشكال في أن يقرأ وهو على الفراش مثلا وهو متكئ. أما في مجالس العلم لابد أن يتأدب بآداب مجلس العلم. هل يوجد بدعة حسنة، بدعة محمودة، بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الحديث، يقول: كل بدعة ضلالة. فلا يمكن بعد هذا نقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، لا يوجد بدعة حسنة، البدع كلها ضلالات، وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرياء، يقول بعض الناس: آتي مثلا إلى التحفير، إلى المسجد، إلى مثلا إفطار صائم، ويأتيني الشيطان ويقول: لعلنا بهذا العمل نراي ونعمل هذه الأعمال حتى يقول عنا الناس كذا وكذا وكذا. نغلق هذا الباب، لأن هذا من الشيطان. العبد يستعين بالله ويعمل ولا يبالي بأحد في دين الله. لو فتحنا هذا المجال، لو فتح الإنسان على نفسه باب الرياء لا يغلق أبدا، لأنه لو قال: أنا أرائي في حفظ القرآن، إذا لا يحفظ القرآن، أرائي في حفظ السنة، لا يحفظ السنة، أرائي في الصلاة، إذا ما يصلي، أرائي في الحجاب، إذا المرأة لا تلبس الحجاب، أرائي أرائي أرائي، يعني معنى هذا لو فتحنا هذا الباب كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ضاع الدين ولم يبقى لنا دين. فالواجب على المسلم الموحد أن يخلص لله ويعمل ولا يبالي بأحد في دين الله، مدحوا أو قدحوا لا نبالي بأحد، وهذا من الشيطان. فالشيطان إما أن يوقعنا في باب الرياء أو يوقعنا في باب من الشرك، هو ترك العمل خوفا من الناس. فلا نترك الأعمال، لا نترك العبادات، نستعين بالله سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه وتعالى، ونعمل 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 ولا نبالي بأحد في دين الله، لأننا نعبد الله سبحانه وتعالى. من
يدرس ويعلم من أجل المال، هذا نوعا من الشرك. لكن من يدرس ويأخذ على التدريس، على الأذان، على مثلا على الإمامة مكافأة، هذا يجوز ولا إشكال فيه. لكن المهم أن يكون غرض المعلم والمدرس والداعي والإمام والمؤذن هو وجه الله سبحانه وتعالى، ويأخذ مكافأة لأنه يتفرغ ولديه أولاد، لا يضر أن يأخذ مكافأة، لكن لا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يعني إذا أخذ المال درس، وإذا لم يأخذ المال توقف عن التدريس. لا يمكن، هذا معناه أنه لا يريد الآخر، يريد الدنيا. وبوب على هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، يريد بعمل الآخرة الدنيا. لا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لابد أن نريد الآخرة، وإن جاءنا شيء لا إشكال، إن جاءت مكافأة، جاءت هدايا، جاء مثل هذا لا يضر، لأننا قمنا أصلا لله. أما من يقوم من أجل الراتب، تعطوني مال أدرس وإلا لا درس، هذا نسأل الله العافية والسلامة، هذا نوعا من أنواع الشرك. أي عمل من الأعمال، أي وظيفة من الوظائف، أردنا أن نفتح مثلا محل تجاري، أو مثلا أردنا بعض الأعمال كالأعمال اليوم يعني تكون على الانترنت عبر المراسلة وكذا، ننظر في هذا العمل. إذا كان هذا العمل فيه تعاون على الإثم والعدوان فهذا طبعا محرم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني مثلا تقول هنا السائلة يعني تعمل في صنع مثلا يعني دعاية وإعلان، دعاية وإعلان لماذا؟ قال دعاية وإعلان مثلا لعياد الميلاد، هذا لا يجوز. دعاية وإعلان مثلا لعيد رأس السنة، هذا لا يجوز. دعاية وإعلان لمن يبيع الخمور، لمن يبيع المخدرات، أيضا لا يجوز. أما يصنع دعاية وإعلان لمحل تجاري يبيع الملابس النسائية، لا إشكال. دعاية وإعلان مثلا لبيع السيارات، بيع العقارات، هذا لا يضر. القاعدة عندنا إذا كان هذا العمل فيه إعانة على منكر فهو محرم، وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. وأي عمل، الأصل في الأعمال، الأصل في التجارات، الأصل في البيوع، الأصل في الإجارة، الأصل فيها الحل، إلا إذا أنكر علينا بعض الناس بالدليل فمعه حق، وإلا فالأصل في الأعمال الجواز والحل، وأحل الله البيع وحرم الربا. الكلمة يعني كانت للمعلمات وللطالبات جميعا، الحقوق متبادلة. كما أن الآن الولد قد يعق الأب، كذلك الأب قد يكون عاقا لابنه. كيف يكون عاقا لابنه؟ يعني لا يربيه، لا ينفق عليه، لا يختار له أم صالحة، لا يختار له مجتمع صالح، هذا يكون عاق، قد يعق، بل عقوق الأب قد يسبق عقوق الولد. كذلك الآن الحقوق متبادلة بين المعلم والطالب، الطالب يأتي مبكر، يحفظ الدرس، يتأدب بأداب طلب العلم في حضوره في الدرس، كذلك المعلم لابد أن يخلص، لابد أن يبذل كل ما يستطيع لتعليم الطلاب، يأتي مبكرا، يراجع الدرس، يحضر، يتابع، وبهذه الطريقة تكون الحقوق متبادلة بين المعلم والطالب. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. من يلاقي صعوبة في حفظ القرآن، قد تكون الصعوبة في أول الأمر، لكن يستمر الطالب على الحفظ ولا يتوقف ولو يوما واحدا، في كل يوم يحفظ. ثم الآن الطالب أول ما يحفظ القرآن هو لديه هم الحفظ وهم المراجعة، لكن عندما يختم يكون عليه هم واحد وهو المراجعة، يختم الختمة الأولى
ثم الختمة الثانية، ثم الختمة الثالثة، ثم الختمة الرابعة، ثم الخامسة. ختمة الخامسة هي الختمة، وعلى هذا يمشي يسير بإذن الله تعالى، ويقتنم الأوقات. يعني من يقول أنا عندي ضعف في الحفظ، يجعل الحواس كل الحواس تعمل معه في الحفظ، تساعده في الحفظ. كيف؟ يعني الآن ينظر إلى المصحف، هذه الحاسة الأولى. الثانية يسمع، يشغل دائما قراءة لشيخ واحد، يستمع إليها دائما حتى يحفظها. يكتب الآيات، نعم يبدأ بكتابة الآيات حتى يحفظها، ويكتبها مرة مرتين ثلاثة أربع مرات، كما كانوا في القديم يحفظون القرآن، يكتبون على الألواح. يستعين بالله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه حفظ القرآن. والله سماع الأغاني حتى ولو كانت في المقاطع، في يعني التي تأتي مثلا قبل نشرة الأخبار وكذا، هذه موسيقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يستحلون الحرى والحرير والمعازف، فلا يمكن لنا ولا يجوز لنا أن نستمع إلى الموسيقى، بل سماع الموسيقى والأغاني من كبائر الذنوب. نغرس حب الصلاة والقرآن عند الأطفال بالقدوة، نكون نحن قدوة، نحفظ نحن، نصلي نحن. الأم مثلا تقول لولدها: تعال أريد تسمع لي اليوم، عندي درس في القرآن، تسمع لي القرآن. بعد فترة هو يسمع لك، تقول: ما رأيك تصلي بنا اليوم، أنت إمام لنا، حتى تتعلم الصلاة وتعلمنا الصلاة، وما شاء الله قراءتك جميلة، وما شاء الله لعلك بإذن الله تكون يعني إمام من الأئمة. تشجعه الأب كذلك يحفظ القرآن، فالولد يحفظ. فلا بد من القدوة الصالحة. ندعو لهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والله عيب على الطالب أن يتكلم في السياسة، عيب على الطالب أن يتكلم في السياسة، عيب على الطالب أن يتكلم في أمور الدنيا، في الطعام والشراب. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا آدابا لطالب العلم، منها هذا. يعني جاء الإنسان هنا لماذا؟ حتى يتكلم في الرئيس، يتكلم في التجار، يتكلم عن الجوالات، عن الموضة، عن المديرات، عن يعني مثلا عن الرجال، عن المشاكل الزوجية. لا، هذا ليس هذا المكان. لابد أن نجعل الدنيا خارجا، خارج هذا المبنى الدنيا. عندما ندخل هنا نجعل هذه الأماكن لله، للآخر لا للدنيا. وبهذا قال بعض العلماء، قال: من السياسة ترك السياسة، من السياسة ألا نتكلم في السياسة. ثم ماذا نستفيد عندما نتكلم عن الرئيس فلان، عن رئيس المملكة العربية السعودية، رئيس مصر، الأحوال في مصر؟ بعض الناس يقول: أنا أهتم بأمر المسلمين. هذا ليس اهتمام بأمر المسلمين، هذه غيبة ونميمة وتكفير وتبديع وتفسيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. هذا لا يعنينا، الأشياء هذه لا تعنينا. أنا يعنيني أحفظ القرآن، أنا يعنيني أتعلم، أنا يعنيني أعلم، أنا يعنيني أعمل بالقرآن، هذا اللي يعنيني. فأصنع الذي أمرني الله سبحانه وتعالى به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لابد أن نتقي الله في كلامنا، في الغيبة، في النميمة، في ذكر الناس، في الكلام مثلا على الأزواج، على الكلام على مثلا بعض المشاكل، على غلاء الأسعار، على مثلا ما يحدث في الدول اليوم. هذا لا يعنينا، جئنا إلى هذا المكان لطلب العلم، نشتغل بطلب العلم. بيت مع طاعة ولد أبوه، طيب. لكن يدعو عليه معهم، ولا حتى يدعو له، بل يدعو عليه. هالسؤال آخر شيء يقول: هل دعاءه مستجاب؟ دعاء من؟ دعاء الأب على أولاده. يستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقول أحيانا يدعو مثلا، يدعو على إنسان، يستجاب لابن آدم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالذي يدعو مثلا، يدعو على أولاده بغير حق مثلا،
يدعو على إنسان مثلا بغير حق هذا لا يستجاب له. ثم أن هذه الإشكالات الزوجية كل واحد منا له دور في إصلاح العلاقة الزوجية، في إصلاح البيت، في إصلاح الأسرة. فماذا نصنع؟ يعني المرأة تعرف الحقوق التي لها والتي عليها وتقوم بها، تؤدي الحقوق، تدعو الله سبحانه وتعالى. كل ما كانت لله أقرب كانت أبعد بإذن الله تعالى عن المشاكل الزوجية. وكما تكونون يولى عليكم. فإذا كانت المرأة مرأة صالحة بإذن الله تجد زوجا صالحا، كان عندها إشكال تجد على هذا الزوج. ولا يعني أنه إذا كانت المرأة يعني لديها زوج غير جيد وكذا أنها تكون يعني غير صالحة، لا لا يعنيها. لكن كل ما تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى، من يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.